المصالحة وحديث المصالحة أو حديث التقارب أو حديث تدوير الزوايا مع تركيا هو الحديث الذي لاقى الكثير من اهتمامات الرأي العام سواء في الداخل المصري أو الداخل التركي أو حتى في المحيط الإقليمي. وما هي حقيقة الأمر؟ وما هي تداعيات هذا الأمر لو صح؟ وما هي مستقبل العلاقات إن لم يصح؟ الكثير من الأسئلة والكثير من الاجتهادات، وربما هناك من يسبق المعلومات، وهناك من يحاول أن يخلق واقعا يتمناه في داخله، سواء بإتمام هذه المصالحة إن كانت صحيحة أو وأدها إن كانت غير ذلك. في كل الأحوال نحن هنا لننقل إلى المشاهد الكريم إلا الحقيقة، وبنترك تحليلنا ورؤيتنا وقراءتنا لهذه الحقيقة بشكل واضح أمام القارئ، أمام المشاهد. إذن المشاهد له علينا حق أن يعرف ما يدور، ثم بعد ذلك في خطوة تالية إن كان مطلوب منا أن نحلل أو نضيف أو نحذف أو نرى أو نستقرئ أي شيء من ثنايا بين هذه السطور، بنوضح للمشاهد الكريم أن هذا هو الرأي الذي نراه في تقديرنا. ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية، وأنا أتابع في الحقيقة هذا الأمر منذ 2013 ربما قبل ذلك، وتاريخ العلاقات المصرية التركية لها ثوابت في الحقيقة. واحد أو السمة الغالبة أنها لم تكن في يوم ما علاقات دافئة، يعني هناك علاقات لكن هذه العلاقات إما متوترة إما متجمدة إما باردة، لكن أبدا لم تكن علاقات ودودة ولم تكن علاقات دافئة بالمعنى السياسي للكلمة. لأنه من يقرأ من حضراتكم كتاب أحمد داود أغلو العمق الاستراتيجي، وهو يوصف ويضع نقاط على الحروف ماذا تعني مصر بالنسبة لنا في تركيا، ماذا تعني منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط أو شمال أفريقيا أو منطقة الخليج أو منطقة الدول العربية للسياسة الخارجية الأفريقية التركية. هم شايفين مصر إزاي؟ هم شايفين الدول العربية في شمال أفريقيا إزاي؟ الكتاب بيقول باختصار إنه لا غنى لتركيا عن مصر. ليه؟ لأنها بتمثل بوابة أو مفتاح للشرق من ناحية، ومن ناحية أخرى إنها سوق رائج، سوق كبير. ثالثا إنه أي شيء تريد أن تسوقه عربيا عليك أن تسوقه مصريا أولا. إذن حتى لا تتوه المفردات التي أردت أن أوصلها لحضراتكم اليوم، إنه دايما فيه علاقات بين مصر وتركيا لكنها لم تكن دافئة من ناحية، وإنه لا يمكن لتركيا تستغني عن مصر من ناحية أخرى، لكن يمكن لمصر أن تستغني عن تركيا بالكلية عادي جدا، لأنه لم يكن لدينا مع تركيا يعني ما يمكن أن يحملنا على تحمل ما لا نحتمل.